لا شك وللأسف الشديد أن أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية العالمية والتفكك التدريجي في نظام التجارة الدولية أصبحت تشكل مصدر قلق رئيسي وتفرض المخاطر على الاستقرار الاقتصادي. ولذلك جاء هذا التقرير الذي ذكرته في نشرتكم إلى أن نتيجة المشاكل الجيوسياسية وتأثيرها على النقل البحري الذي يشكل 92% من تجارة السلع تأثر بشكل كبير جدا، وخاصة في سلاسل الإمداد بشكل سلبي، فاق نسبته حوالي 42% في البحر الأحمر، وأدى إلى تراجع دخل قناة السويس نحو 50%. هذا بالنسبة لتجارة السلع. أما بالنسبة لتجارة الخدمات، الانتعاش الموجود فيها كان بسبب النشاط السياحي في العالم الذي صعد بشكل كبير جدا بحدود 17% في منتصف العام الجاري. دكتور فواز، يعني ايضا يعني التقرير يقول انه تقرير اوكسفورد ايكونومكس يقول ان هناك او هذا التباطؤ يعود جزئيا الى المشاكل الهيكليه التي تعاني منها التجاره العالميه، ربما بعض هذه الاسباب ايضا الحمائيه. صحيح، لا شك أن سلوك بعض الاقتصاديات الكبرى لمسارات منفردة نحو تطبيق رسوم جمركية من جانب واحد مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي على الصين، أو اتباع سياسات صناعية يعد امتثالها لقواعد منظمة التجارة العالمية موضوع شك على أفضل تقدير مثل الصين، فهذه التشوهات الرئيسية تؤدي إلى الإخفاق في تحقيق رخاء عالمي دائم ومشترك، بل وستعمل على تشجيع التدابير الانتقامية وتقويض النمو وخفض مستويات المعيشة وأيضا التضخم. مثلا في أمريكا التضخم سيرتفع إذا قامت أمريكا بوضع رسوم جمركية مرتفعة على سيارات الطاقة من الصين بنسبة 100%، سيرتفع التضخم في أمريكا بالتالي، وذلك نتيجة هذا التفكك. فالأبحاث الصادرة عن منظمة التجارة العالمية قالت أن هذا التفكك قد يؤدي إلى تراجع قدره 5% في إجمالي الناتج المحلي العالمي. في نفس الوقت تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الخسائر العالمية من جراء هذا التفكك التجاري قد يصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. أيضا يعني أكسفورد إيكونومكس قالت أن تجارة الخدمات يعني كان أداء أفضل بكثير من تجارة السلع، وبالتالي اليوم أي خدمات يعني تتصدر يعني لائحة الخدمات النشطة التي تشهد نمو جيد فيما يتعلق بالتجارة العالمية؟ هناك 155 نشاطا في الخدمات، ولكن أنا أود أن أركز على أن النشاط الأمثل في قطاع الخدمات هو النشاط السياحي الذي انتعش بشكل كبير جدا في العام الماضي وأيضا في نصف العام الحالي. ولكن مثلا إذا نظرنا إلى الاستثمار النواحي التدفقات الاستثمارية انخفضت على مستوى العالم من 5.8% إلى 4.4% من إجمالي الناتج العالمي، أو من حوالي 4.5 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار. أمريكا بلغت حصتها من هذا الاستثمار 41% من إجمالي التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم. طبعا تأتي بعدها الصين ومن ثم الاتحاد الأوروبي. لذلك كان التركيز على تحقيق نمو مستدام من خلال زيادة كفاءة توزيع الموارد داخل الدولة بين السلع والخدمات والاستثمار وتحسين فرص التكافؤ وتسريع وتيرة الابتكارات الصديقة للبيئة وتقوية أطر السياسات. ولذلك نجد أن المملكة مثلا نجحت في هذا المجال، وصدر بالأمس نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يعطي
القدرة على الاستثمار في الأنشطة الخدمية بشكل كبير جدا، وأيضا يسمح للشفافية والاستشراف وسبل التقاضي، وأيضا التركيز على حقوق الملكية الفكرية. هذا من أهم المواضيع التي تحتاجه المملكة نعم لتسريع والاستثمار في الأنشطة الخدمية.